التي ستونس تواصل معها ادخال الفرحه والسعاده لقلوب حرفائها. دونك نغتنموا كل مناسبه باش نفرحوا اقصى عدد ممكن من الحرفاء نتاعنا، الى جانب الالعاب اللي قاعده تنظم فيها حاليا تسلي تونس. اليوم باش نفرحوا 12 حريف برحله الاحلام، رحله في الاحلام الى الدوحه بمناسبه تنظيم فعاليه كاس العالم في نسخته 22 بالدوحه. دونك الرحله هذه كما نقولوا هي رحله الحلم، علاش؟ خاطر رحله في اي بي، دونك رحله يفوت قيمتها ل 20,000 دينار، دونك نتمتعوا بها دونك حرفاء تسلي تونس من الذهاب دونك الى قطر لمسانده نصور قرطاج، رحله مع المنتخب دونك مش مباراه برك، زوج مباريات. دونك ال 12 فائز مقسمين على مجموعتين، المجموعه الاولى سوف تغادر تونس يوم 20 نوفمبر وتعود يوم 27 نوفمبر باش يشاهدوا زوج مقابلات، مقابله استراليا والدنمارك، ثم المجموعه الثانيه اللي باش تغادر الوطن يوم 24 نوفمبر باش يحضروا مقابلتي الدنمارك وفرنسا، دونك باش يشجعوا عزوز مباريات مش مباراة واحدة. دونك هذيك علاش هي بالحق معناتها رحلة هامة، تعود تشجع مباراة وتروح، دونك تشجع عزوز. دونك رحلة في بي كما نقولوا في معناتها نزل فخم، ومع كذلك معناتها ترونسبور، معناتها تنقل، وسائل تنقل مريحة، معناتها نأمنوا جميع التنقلات كيف سواء من المطار للنزل، من النزل للملعب، معناتها كل شيء أمورهم ريجل، لوجستيك سي كل شيء معناتها ريجل، معناتها بذلنا وحضرنا كل شيء باش يعديوا معناتها أن سيجور معناتها معناتها مريح بالكدا. ان شاء الله نكونوا معناتها وفقنا في 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 المسابقه هذه، وان شاء الله نكونوا فرحنا ولو جزء من الحرفاء نتاعنا، وان شاء الله المسابقات وان شاء الله الالعاب متواصله مع تسلي تونس، وان شاء الله في موعد معناتها موعد جديد ان شاء الله مع المسابقات، مع العلم ان عندنا مقاربه حاليا مقاربه 20 مسابقه، دونك معناتها قاعده جارفه في الحاضر. ان شاء الله في الايام القليله القادمه يوم 22 ان شاء الله تكونوا بحذنا في توزيع مسابقه مربوحه في نسخه جديده وفي ثوب جديد وقيمه ماليه كبيره جدا، خليها لكم مفاجاه ان شاء الله المره الجايه.